والآن مع وقفة اقتصادية للسادسة. ومحمد عبدالله، أهلا بك محمد. شكرا سحر وشكرا سارة، وإلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. خفضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة. من جهته قال الرئيس التنفيذي للهيئة حسام هيبة أن تخفيض المستندات خطوة أولى ضمن خطة عمل لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وفقا لخطة الإصلاح الإداري للدولة ورؤية مصر 2030. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في ظل شح المعروض نتيجة خفض أوبك بلس للإنتاج وارتفاع الطلب العالمي على الخام، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 19% لتصل إلى 86 دولارا و56 سنتا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 11% ليصل إلى 82 دولارا و91 سنتا للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 18% لتصل إلى 3 دولارات و14 سنتا للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.56% لتصل إلى 2.72 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. رفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمي على النفط الخام للعام الحالي إلى أعلى مستوى سجله على الإطلاق ليصل إلى 102.2 مليون برميل في اليوم وفق ما جاء في تقريرها الشهري. وأشارت الوكالة إلى أن الطلب العالمي على النفط بلغ منذ الآن ومستوى قياسيا قدره 103 ملايين برميل في اليوم في يونيو، وقد يسجل في أغسطس رقما قياسيا جديدا. وذكر التقرير أن الطلب العالمي على النفط يبلغ مستويات قياسية مدفوعا بالرحلات الجوية الصيفية والاستخدام المتزايد للنفط في إنتاج الكهرباء وزيادة الحادة في نشاط قطاع البتروكيماويات الصينية. ارتفعت سوق الأسهم في دبي مع ارتفاع أسعار النفط بفضل التوقعات المتفائلة لنمو الطلب من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والوكالة الدولية للطاقة، بينما تراجع مؤشر بورصة أبوظبي. وارتفع مؤشر دبي بنسبة 4% بعد هبوطه في 4 جلسات متتالية. في المقابل انخفض مؤشر أبوظبي 3% متراجعا لثالث جلسة على التوالي. ذكر البنك الدولي أن التقديرات الأولية للتكاليف الاقتصادية لانقطاع التيار الكهربائي في فيتنام خلال شهري مايو ويونيو بلغت حوالي 1.4 مليار دولار. وأكد البنك الدولي للسلطات الفيتنامية على أن العمل الفوري مطلوب للتخفيف من المخاطر المستقبلية لأمن الطاقة والخسائر الاقتصادية. هذا وتسعى الحكومة الفيتنامية لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 2% سنويا حتى عام 2025، ما يشير إلى احتمال استمرار أزمة الطاقة. نهاية أخبار اقتصاد. من جديد أعود إلى سحر وسارة. شكرا لك محمد عبدالله.